انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أنا الآن في المركز الأول، الاتحاد في المركز الأول، الحرة في المركز الأول، السيد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري ننتقل إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني من الجانب الثاني، أرى الآن وافية للسيد محمد بن هادي المري. وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث حائلية للسيد سعد بن عبد الله الشمري. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع جلمودة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. نشوف ناخذ المركز الخامس، المركز الخامس نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس الذهيبة للسيد هلال بن سالم بن سعيد الشعبي. المركز السادس، المركز السادس نشوف الآن فتون للسيد نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. وفي المركز السابع شرايين وصلت وانتقلت الى المركز السابع لمعالي الفريق مصبح بن راشد للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز الثامن شرايين لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. وفي المركز التاسع، المركز التاسع للسيد عواد بن سالم العطوي. وفي المركز للسيد عودة بن سالم العطوي. وفي المركز نرجع الى المركز اسمها الغشمرية. نرجع الى مقدمة هذا الشوط، يا سلام الحرة، الحرة تنتقل الى مقدمة هذا الشوط 1200 عن خط النهاية بقيادة الحرة. منظر جميل، منظر جميل ثلاثي على مقدمة هذا الشوط مع الحرة وجلمود وأفيان. أفيان تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا عبد الرحمن يا بن هاشل يا الشامسي على هذا الأسم الحلو الرنان، أول مرة يدخل عالم السباق هذا الأسم أفيان للسيد عبد الرحمن بن هاشل الشامسي. المركز الثاني جلمودة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. هجر هجر وصلت، يا سلام، تبت هاجر، تبت تغير وتنتقل الى مقدمة هذا الشوط. الى وين مهاجرة يا هجر؟ مهاجرة الى خط النهاية، الى الفوز والى الناموس، يا سلام. الى وين يا مهاجر؟ الى وين؟ الى اهالي زعبيل، يا سلام يا هجر، تهاجر الى اهالي زعبيل وتصبح بالخير على الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج من ارض ميدان المرموم. ها هي هجر بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى خط النهاية وتهاجر إلى أهل زعبيل. نقول سلام سلام عليكم يا أهل زعبيل، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم. تهانينا تهانينا بالأخص إلى السيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي على فوز هجر بالمركز الأول وعلى هذا العرض الطيب الذي قدمته هنا في هذا الشوط، الشوط الأول للمهجنات العصايل. ها هي هجر تغترم من خط النهاية، تغترم من المنصة الرئيسية. تهانينا للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي على فوز هجر بالمركز الأول. المركز الثاني الغشمرية، الغشمرية للسيد عودة بن سالم العطوي. وفي المركز الثالث الحرة للسيد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. المركز الرابع أفيان للسيد عبد الرحمن بن هاشل الشامسي. وفي المركز الخامس جلمودة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول هجر إلى خط النهاية 12 دقيقة 59 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي الذي وصلت في المركز الثاني. الغشمرية، نشوف الغشمرية اليوم غشمرتها خفيفة على المركز الثاني. ها هي الغشمرية 13 دقيقة 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عودة بن سالم بن عيد العطوي والذي وصلت في المركز الثالث. الحرة 13 دقيقة 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد هزيم بن محمد بن هزيم المسافر، يسعد الله صباحك يا ابو محمد بكل خير وبكل محبة.